طيب يا باشمهندس، دلوقتي الحمد لله احنا سطبنا مع بعض برنامج الكاد. المشكلة دلوقتي ان احنا دلوقتي لما بتفتح برنامج الكاد بتظهر الواجهة اللي قدام حضرتك دي. بعض الناس كانت متعلمة الكاد من زمان فنفسها تبقى عندها الواجهة اللي هي بتاعت اوتوكاد كلاسيك، والحقيقة الواجهة بتاعت اوتوكاد كلاسيك مش متوفرة في النسخ الجديدة. يعني الواجهات المتوفرة في النسخ الجديدة زي ما حضرتك شايف كده عندك الدرافتنج اند انوتيشن، ال3 دي بيزكس، ال3 دي موديلنج، المهم ان هي ما فيهاش اوتوكاد كلاسيك. فعشان حضرتك تضيف اوتوكاد كلاسيك هتخش كده على كاستمايز وتخش على قائمة ترانسفير، وبعد كده تيجي تفتح الأيقونة دي وتدور على الملف اللي أنا هبقى منزله مع حضرتك لحضرتك كده في الفيديو إن شاء الله. أهو أنا شايل الملف مثلا هنا، أهو مكتوب عليه تحويل إلى أوتوكاد كلاسيك، ده هبقى أنزله لحضرتك. فبمجرد ما حضرتك بتدوس عليه كده وبتبدأ تتفتح الأيقونة، بقى عندك هنا تضاف أوتوكاد كلاسيك، لازم حضرتك تضيفها الناحية التانية عشان الأيقونة بتاعت أبلاي تتفعل. بتدوس أبلاي وبعدين بتدوس أوكي، وبكده يا باشمهندس تقدر تحول الأوتوكاد عندك لأوتوكاد كلاسيك. يبقى أنت كده بقيت تقدر تحول الأوتوكاد إلى أوتوكاد كلاسيك. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.